اخر خبر معايا، بيج رامي سعيد بالاستقبال واتمنى تكرار انجاز مستر اولمبيا لرفع رايه مصر عالميا. الحقيقه اللي بيعمله بيج رامي الحقيقه حاجه جميله جدا جدا، زي ما انتم شايفين النهارده. محمد صلاح بالمناسبه النهارده احرز هدفين، لغايه لما من شويه الماتش خلص 3-2 لصالح ليفربول، محمد صلاح احرز هدفين النهارده في هذه المباراه. دي قوه مصر الناعمه الحقيقه، او قوه مصر الرياضيه من خلال وجود محمد صلاح في كل المحافل اللي حضراتكم بتشوفوها واللي بتسمعوها عن هذا النجم الكبير الاسطوري الحقيقه، اللي اصبح له اسم عالمي كبير جدا. واول ما يقول لك ايه، يقول لك اللاعب المصري محمد صلاح، اللاعب المصري محمد صلاح، اللاعب المصري بيج رامي هو اللي فاز ببطوله اولمبيا. فالحقيقه النهارده كان استقبال رائع وحافل لبيج رامي، وهو كان الحقيقه ضيف علينا خلال الفتره السابقه في مع هيثم السعيد الحقيقه من شهر او شهر ونص قبل ما يروح هذه البطوله. وبالتالي احنا دايما، وهو اهلاوي كبير جدا 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 جدا، وخد بالكم هو اهلاوي بيعلن عن كده، بيعلن يقول لك انا اهلاوي، اهلاوي حتى النخاع يعني. فيعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمه وربنا يوفقه، والسنه الجايه كمان يقدر يكمل هذا الامر ويفوز بهذه البطوله مره ثانيه.